لقاء اليوم هو فرصة بالنسبة لنا للالتقاء مع مجهزي السفن المشاركين في حملة صيد التونة لسنة 2023. كما تعلمون خلال هذه السنة حصة الجزائر ستبلغ 2023 طن، وسيشارك فيها سيشارك فيها 32 سفينة صيد التونة، مقارنة بالعام الفارط كانت مشاركة 29 سفينة. الجديد هذه السنة هو مشاركة 3 سفن جزائرية الصنع 100% على غرار سفينتين يشاركوا لي للمرة الثانية، وسفينة جديدة هذا العام لتدخل هذا العام، وهذا مكسب للجزائر. شاركنا لأول مرة العام اللي فات في 2022، وهذه ثاني مشاركة لنا في حملة التونة في 2023. إن شاء الله يسهل ربي كما العام اللي فات ونفوتوها على خير ونكملوا الحصة تاعنا كاملة. العام هذا زادونا في الحصة.